الناس اللي دلوقتي بتجرح بعض ويقولوا اصل احنا صراحه، يعني بي بي بيحطوا الموضوع ده تحت بند الصراحه، ان انا اجرح اللي قدامي واعيب فيه واقول في الاخر اصل انا صريح، اصل انا ما بعرفش اجامل. لا هي مش مجامله، هو لازم يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. يعني المفروض المسلم يتحلى ان لسانه يبقى حلو وما يقولش غير كل كلام كويس. صحيح. انما اللي حاصل دلوقتي مش كده، صح، مش كده خالص. صح. يعني الكل بيجرح وكل بيغلط ومحدش بيشوف نفسه غلطان، بيقولوا لا انا صريح انا واضح انا كده، عشان كده بجرح اللي قدامي وبغلط. فعلا بنعاني من كلمتي في جزئيه كمان مهمه جدا، انه الناس بتتعامل مع الموضوع لان هي صراحه، انا هي لازم صراحة ابقى صريح، وان يعني بيخلي اللي قدامه يتجنبه. انا لما بلاقي حد قليل الذوق او بيغلط انا بحاول اتجنبه على قد ما اقدر، فهو ده اللي بيحصل. دي نقطه جميله انا اعلق عليها. بشكرك على مداخلتك جدا، بشكرك جدا، حته جميله حته اللي قالتها قوي قوي قوي، فتحت جزئيه مهمه جدا. الناس شفية اللي بتتعامل مع الموقف على انه هي دي صراحه، والناس اللي بتتعامل على انها ما بتغلطش وما بتشوفش غلطها. صحيح. ربنا قال حاجه حلوه قوي، اتفضل. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. شوفي ما قالش حسن، لا قال احسن، يعني هات احسن اسلوب عندك. ده اسمه في اللغه افعل تفضيل، يعني احسن حاجه. في ناس بقى لو احنا شلنا الحاء وحطينا مكانها خاء والسين حطينا مكانها شين تبقى اخشن. في ناس تتعامل بالاسلوب الخشن الفظ الغليظ القاسي، لذلك ربنا قال للنبي فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صحيح. تمام. وشوفي يا استاذه لميا، يعني شوفي ديننا الجميل يقول لك ربنا سبحانه وتعالى حرم على النار كل هين لين سهل. كل هين لين سهل، ده ربنا حرمه على النار. طالما انت هين وبشوش وبتقول كلام حلو وطالع مشاعر الناس، ربنا حرمك على النار، يعني هتخش الجنه. ولذلك حتى من صفات اهل الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل. تمام. فموضوع ان احنا ننتقي الفاظنا، وقولوا للناس حسنا. وبعدين في نقطه جميله في حته الناس هنا، ما قالش اقولوا للمسلمين. للناس دي تشفر المسلم وغير المسلم. أيوه. يبقى لازم تحترم المسلم وتحترم غير المسلم طبعا، وذلك ربنا لانه في الاول وفي الاخر هو انسان. طبعا الناس اللي بتقعد تقول انا ما بغلطش، في حد ممكن يكون ما بيغلطش؟ كل بني ادم خطا. الحته الجميله اللي في الخطا ان انا كمان لو غلطت اراعي مشاعر الطرف اللي انا غلطت فيه واعتذر له. لان انا لو ما اعتذرتلوش يبقى انا كده لا ابالي بمشاعره. وانا لو مكانه هتضايق انه انا اتغلط فيا ومحدش اعتذر لي، خلاص. يبقى انت ما لا تقبله لنفسك لا تقبله على الاخرين. صحيح. في حته بقى الكلام، الامام الشافعي ليه كلمتين جمال قوي يقول اكس الفاظك. الامام الشافعي قال اكس الفاظك، ده تصديق لكلام ربنا يقول الناس حسنى وكل عبادي يقولوا التي احسن. انت لما تحب تتكلم لازم تنتقي كلامك. احنا كلنا عندنا فلاتر في البيت، زي ما بنفلتر الميه نفلتر الكلام اللي يطلع من بقنا. النبي اصلا قال من كان يؤمن بالله، شوف الربط بين العقيده والايمان وبين الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم. الكلمه اللي انت هتقولها واللفظه اللي انت هتطلعها لو انت واثق ان هي مش هتجرح اللي قدامك، خلاص مرحبا. والا لما راجع نفسك، وان كنت بقى حتى وان كنت على حق حتى وان كنت بتقول الصراحه، لا ما تجرحش الاخرين. طب بعض الناس اللي بتتخيل انها لما تجرح مشاعر اللي قدامها هي كده بتفوقه او كده هتصلحه او كده هتعدله، او فتبقى عندها اصرار غير عادي انها تقول بعض الكلمات اللي تجرح وتكسر اللي قدامها. بص يا استاذ لميا، الموضوع ده احنا نحاول نعمل له تقنين. بمعنى انا مثلا بتكلم مع ابني وابني اخطا خطا محتاج ان انا اوجهه، خلاص يبقى انا في كلمات ممكن تكون قاسيه ممكن تفوقه استعملها، لكن انا على طول الخط بجرح وعلى طول الخط قاسي وعلى طول الخط بطلع كلمات زي ما بقول دبش هتبقى حياتك وما بتفرقش معايا هو انا كده، لا لازم واحد يكون الغالب عليه ان ينتقي الالفاظ. لكن في مواقف مثلا اذا كان بيتكلم مع اولاده، لا انت عشان تربي محتاج في وقت من الوقت انت مثلا ايه الولد مثلا تبقى شديد، لكن شديد ما تكسروش. لا ما اكسروش، ان انا اراعي ان انا بربي. يعني لان حتى العلماء وخصوصا في التربيه يقول احنا ما ينفعش ان احنا ندلل على طول الخط ولا يبقى عندنا قسوه طول الخط، انما نجمع بين هذا وذاك. حكمه. يعني انا بشوف انه افضل انواع التربيه هي الحكمه الشديده في التعامل مع الولد. صحيح. او مع البنت.